إيش الفوائد العائدة من قرار المملكة توطين الصناعات العسكرية؟ فوائد كثيرة جدا يا أخو فيصل. طبعا من أهمها الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وعدم الاعتماد 100% أو أكثر يعني أكثر من 70% على جهات خارجية في إمدادها بالسلاح والعتاد. أيضا الجاهزية العسكرية، لما يكون عندك صناعة محلية جاهزيتك العسكرية تكون أفضل. توطين الصناعة تخلق يعني مجال اقتصادي داعم لاقتصاد المملكة غير النفطي، اقتصاد كبير. احنا نتكلم على انه يكون ان شاء الله خلال العشر سنوات القادمة الدعم او الكنتريبيوشن للناتج الاجمالي حوالي 90 مليار ريال سعودي.